شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم تدشين مشروع المدن الصحية بمحافظة العاصمة بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. وبهذه المناسبة أشاد معالي الوزير بالمبادرات التي أطلقتها محافظة العاصمة في إطار دورها ومسؤوليتها فيما يتعلق بإنجاز المشاريع من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وبما يسهم في تعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، منوها إلى أن تطبيق مشروع المدن الصحية في كافة مناطق المحافظة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وأكد أن العاصمة محط أنظار العالم وتعمل على استدامة البرامج التطويرية لتشمل كافة القطاعات السياحية والاجتماعية والاعتماد على استخدام الأنظمة الذكية خاصة في مجال الأمن، لافتا إلى مواكبة التقنيات الحديثة للارتقاء بأمن وسلامة المواطنين. من جهته أكد معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة أن مشروع المدن الصحية بالمحافظة علامة مضيئة في مسيرة عمل المحافظة ووزارة الصحة مع الجهات ذات العلاقة لدوره في رعاية البيئة وتنميتها وتعزيز الصحة العامة في المحافظة واعتماده بشكل أساسي على العمل التشاركي الجماعي واستهدافه بشكل مباشر أفراد مجتمع العاصمة وبيئتهم. وأوضح أن النجاحات التي تحققت منذ إطلاق المحافظة برنامج المدن الصحية عام 2017 متمثلة في إعلان أم الحصن مدينة صحية في 2018 والمنامة مدينة صحية في 2021 كأول عاصمة صحية في إقليم شرق المتوسط، منحنا الدافع لنرفع من سقف أهدافنا إلى تطبيق البرنامج على كافة قرى ومدن المحافظة، معربا عن جزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية نظير ما يقدمه من دعم ومساندة لإنجاح تطبيق هذا البرنامج الدولي الرائد. في سياق متصل أكدت الدكتورة تسنيم عطاطرة ممثل منظمة الصحة العالمية ومدير مكتب المنظمة بمملكة البحرين أن برنامج المدن الصحية إحدى المبادرات الرئيسة لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط الداعي لتعزيز الصحة في المناطق الحضرية من خلال إقامة شراكات في مجال التنمية المستدامة، مضيفة أن محافظة العاصمة نجحت في تحقيق إنجاز نوعي حيث تمكنت المنامة من التميز لكونها أول عاصمة تمنح لقب المدينة الصحية في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عام 2021، بالإضافة إلى مدينة أم الحصن التي عززت هذا الإنجاز لمحافظة العاصمة في عام 2018 وتبعتها مدن أخرى في البحرين مثل عالي والبسيتين الساية في عام 2022. بعد ذلك تفضل معالي وزير الداخلية بإعطاء إشارة تدشين مشروع المدن الصحية بمحافظة العاصمة والذي يجعل منها محافظة صحية متكاملة، معربا عن شكره وتقديره لمعالي المحافظ وكافة منتسبي المحافظة على جهودهم المخلصة في خدمة الوطن، متمنيا لهم التوفيق والسداد. من دواعي فخرنا تدشين المنامة محافظة صحية لتكون أول محافظة على مستوى ليس فقط المملكة بل على مستوى المنطقة كمحافظة صحية. كانت المنامة هي أول عاصمة في إقليم شرق المتوسط وبعدها تلاها مدينة عالي والساية كمدن صحية في المحافظات المختلفة، واليوم إن شاء الله تدشين محافظة بأكملها لتكون محافظة صحية وفق معايير صحية. طالما كانت محافظة العاصمة زاخرة على مر العقود بالإنجازات المتعلقة بالمجال الصحي واللي إن شاء الله تكون مستمرة في هذه الإنجازات لخدمة الوطن والمواطن والمجتمع كافة. تشرفنا اليوم بحضور معالي وزير الداخلية الموقر وإعلان تدشين محافظة العاصمة الصحية، يعني هذه خطوة يعني كبيرة ولكن خطوة البحرين تستحقها، وأعتقد أن احنا يعني البحرين جاهزة والعاصمة جاهزة يعني جميع الترتيبات المطلوبة، والله يسهل إن شاء الله خلال عام نرى المحافظة كلها محافظة صحية رائدة إن شاء الله، وهي تخدم التنمية المستدامة وتخدم توجهات الحكومة. إننا أتينا اليوم لتدشين هذه الخطوة الهامة والتي تشهد على أن ليست فقط العاصمة كأول عاصمة في المنطقة تتوج كمدينة صحية ولكن أيضا المنطقة والمحافظة بأشملها. طبعا تبتدي الإجراءات بتوقيع خطاب التعاون، هذا الخطاب يكون بين محافظة العاصمة ممثلة بمعالي محافظ العاصمة وبين ممثل منظمة الصحة العالمية
الإعلامية، وهناك أيضا استمارة تسجيل المحافظة تحتوي على المعلومات الأساسية الديموغرافية عن المحافظة، وبالتالي نرسل لمنظمة الصحة العالمية ويتم وضع المحافظة على خارطة الشبكة الإقليمية للمدن الصحية. نالت محافظة العاصمة لقب المدن الصحية، فبدأت المشروع في عام 2018 حيث كانت مدينة أم الحصن تنالها أول لقب، وتم التوسع في المشروع بحيث أن المنامة فازت بلقب أول عاصمة على مستوى إقليم الشرق المتوسط في عام 2021، والآن نحن في طور التوسع في المشروع بحيث أن تكون أول محافظة صحية على مستوى مملكة البحرين وأيضا على مستوى إقليم الشرق المتوسط.